مشاهدينا، وعن أوضاع المخفيين قسرا في محافظتي نينوى ودور الحكومة في بغداد في إنهاء معاناتهم وأسرهم. ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. مرحبا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. أهلا بك دكتورة. أكثر من 5 سنوات وذو المخفيين قسرا في نينوى يعيشون في معاناة متواصلة، كيف ترين الجهود الحكومية للكشف عن مصير هؤلاء المخفيين قسرا؟ نعم، لو كان للحكومة أي دور في الحقيقة في هذا الموضوع أو في هذا الجانب ومن أجل تخفيف معاناة ذوي المخفيين قسرا، نعم، لما كانت مثل هذه المؤتمرات التي رأيناها كما الذي حدث حاليا في محافظة نينوى، نعم، المطالبة للحكومة من أجل يعني إيجاد حلول لهذه القضية، نعم، الذي يحدث أن الحكومة تتجاهل هذا الملف بصورة واضحة جدا، وهذه في الحقيقة يشتكي منه حتى المنظمات وحتى الأمم المتحدة، حتى في حالة تقديم أي بلاغات عاجلة للأمم المتحدة من أجل بيان مصير أي من ضحايا الإخفاء القسري، فإن هناك تقاعس وعدم اهتمام بهذه المواضيع وإطالة في الإجراءات. الحكومة لم تقم لحد الآن بأي يعني خطوة تذكر باتجاه هذا الموضوع، على الأقل في إيجاد قاعدة بيانات مثلا موحدة من أجل تثبيت جميع بيانات من هم وقعوا تحت ضحية الإخفاء القسري، خاصة وأن الكثير من لديهم أشخاص مخفيين قسرا يخافون حتى من القيام بالشكوى والاستمرار بهذه الإجراءات بسبب الإرهاب وبسبب المشاكل التي قد يقعون فيها نتيجة هذا الموضوع. إذن ليست هناك للحكومة أي دور يذكر في إيجاد حلول لهذه القضية والبحث عن المخفيين قسرا، حتى المقابر الجماعية التي يتم العثور عليها، فإن أبسط شيء وهو فحص الدي إن إيه وإيجاد قاعدة بيانية لكل ذوي المخفيين قسرا و يعني قيام بفحص الدي إن إيه من أجل التوصل إلى مصير أي جثة يتم العثور عليها. والحقيقة يعني الكلام يطول والتفاصيل كثيرة، نعم، في مثل هذا الموضوع، وقد قامت الأمم المتحدة بمناقشة هذا علنا مع العراق دون الوصول إلى حلول مع العراق، خاصة وأن ما يقوم به العراق هو مجرد إحصاءات أو مجرد بيان لبعض الخطوات التي هي في الحقيقة ليست خطوات فاعلة تجاه ولا حتى الأعداد تعبر عن العدد الكبير للمخفيين قسرا. ولكن اليوم مع استذكار العالم ضحايا الإخفاء القسري، عدد من المنظمات الحقوقية تنظم مؤتمر لضحايا المغيبين في نينوى، هذه الجهود الحقوقية إلى أي مدى يمكن أن تؤثر وتحرج الحكومة وتضعها في موقف حرج يجب أن تتصرف وتتخذ خطوات من أجل البحث وإيجاد والكشف عن مصير المغيبين؟ مثل هذه المؤتمرات هي في الحقيقة الحل الأمثل لهذا التجاهل الذي تقوم به ورد على هذا التجاهل الذي تقوم به الحكومة. من حق ذوي الضحايا الحصول على معلومات عن مصير ذويهم، ولذلك مثل هذه المؤتمرات في مثل هذه الطرق من التجاهل الحكومي هي في الحقيقة يعني من أجل إثارة انتباه العالم لهذه المشكلة، وأن الحكومة ليست لها لحد الآن أي دور تجاه هذا الموضوع، والحث هذه المنظمات وخاصة الأمم المتحدة والمقررين الخاصين بالإخفاء القسري وحتى التعذيب، لأن الإخفاء القسري هو جزء من اختصاص اللجنة المناهضة للتعذيب التابعة للأمم المتحدة، ولذلك مثل هذه المؤتمرات والتواصل مع المنظمات والمراكز الحقوقية الدولية والمحلية كلها هذه لديها تأثير فاعل، و ربما لن يحدث بعد يوم أو يومين، ولكن أنا أؤكد أن لديها تأثير فاعل، خاصة وأن هناك تحرك الآن وتصميم من قبل المنظمات الحقوقية من أجل إيجاد حل وإيجاد تأثير من أجل أن يتخذ العراق خطوات أكبر تجاه حل هذه القضية التي أصبح الآن كما نعرف جيدا أن العراق هو من يتربع على قمة الدول العالم في عدد المخفيين قسرا. طيب، هذه المنظمات الحقوقية أيضا
تؤكد أن الحكومة في بغداد لا تستطيع الإفصاح عن الأعداد الحقيقية للمخفيين قسرا، لماذا برأيك؟ بالتأكيد من أجل أن تخفي حجم الجرائم التي مورست بحق المدنيين، خاصة وأن العمليات العسكرية كانت موجهة ضد مناطق مدنية وضد مناطق سكنية مكتظة بالسكان كما حدث في مناطق صلاح الدين ومناطق من محافظة نينوى، المنطقة القديمة في محافظة نينوى والتي لا نعرف لحد الآن مصير أبنائها الذين دفنوا، ولا ونحن متأكدون أن هناك لا زالت جثث تحت هذه أنقاض المنازل. إضافة إلى ذلك فإن هناك جرائم ارتكبتها الميليشيات عن طريق الاعتقال والإعدامات الميدانية للمناطق التي حدثت فيها عمليات عسكرية، خاصة لأن هذه الميليشيات كانت لديها أبعاد طائفية في القيام بهذه الجريمة، أيضا أبعاد وأهداف. سؤال، ما هو حجم ويعني دور الذي تلعبه الأذرع العسكرية للأحزاب من ميليشيات في تفاقم هذه الأزمة في العراق في جميع المحافظات، حجم دور الميليشيات في هذا؟ الميليشيات هي التي لعبت الدور الأكبر في تفاقم هذه المشكلة ووصول الأعداد المخفية قسرا إلى هذه الأعداد المهولة. نعرف جيدا أن هذه الميليشيات ميليشيات ولائية لا تمت لصرة بالولاء للعراق، ولديها أهداف وخطط خارجية سواء من إيران أو حتى خطط من بقية دول الإقليمية، وهذه الأهداف من ضمنها هو القيام بهذه الجريمة البشعة التي تترتب عليها مآسي كبيرة وأضرار كبيرة للشعب العراقي، منها إحداث التغيير الديموغرافي المراد عمله في العراق من أجل بسط السيطرة على العراق وإيجاد العراق كممر للسيطرة على الدول المحيطة في العراق، وأيضا ربط الصلات بين الميليشيات التابعة لإيران المتواجدة في لبنان، المتواجدة في سوريا، المتواجدة في اليمن، ومعروف جيدا كسف أصبحت بعض المناطق حتى إلى قواعد الحرس الثوري الإيراني من أجل يعني الأضرار بالمنطقة واستهداف الدول المجاورة للعراق وليس فقط العراق. الأبعاد الدولية لهذه الكلمة. شكرا لك دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا من لندن، شكرا لوجودك معنا.